فيني طماطيش نعمل وين وليش نهوش الكليش وينك يا طماطيش البل 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 وليش وبك يا بلي اسكر راس الجبل يخلق روحه البل 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 وليش وبك يا بلي اسكر راس الجبل يخلق روحه سروال خويا ما يخربت يرقلا البل 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 واللي يشوفك يا بلي يسكن راس الجبل يخنق روحه بحبل البل 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 واللي يشوفك يا بلي يسكن راس الجبل يخنق روحه بحبل البل 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 واللي يشوفك يا بلي يسكن راس الجبل يخنق روحه بحبل البل 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 واللي يشوفك يا بلي يسكن راس الجبل يخنق روحه بحبل من عين المكان مكان مكان لثالث مرة زينة لن تحضر ولم تحضر من عين المكان مكان مكان أهلا نحول اهلا زينة اعزائي مشاهدينها انا اعود بعد واحدة الدورة رحت ضربت تحبيسة شوية في الشرق وعاودت وليت ليكم وش راك نحول لا باس وش راح تدرتي في الشرق يا زينة رحت درت واحد لا تورني بمسرحية المفترسون الحمد لله درك راني وليت بخير وبقوة مزية زينة ما افترسوهاش وعادت لنا بالخير والسعادة عمزة في عينيك كنت حابني نموت باش تورني وحدك نروحوا اعزائي مشاهدين نشوفوا موضوع اليوم ونعاودوا نوليو يعني المرأة وهي قط الأولى ولا الولاد خرجوا مناح وقاريين ومرضيين سهية ولا ما خرجوش مناح هي ربي خليك ديما هي جزائرية حرة أصلية لميمة لميمة ربي خليك ديما هي جزائرية حرة أصلية عيد من الغبارة طابو يديا عيد من الغبارة طابو يديا عيد من الغبارة طابو يديا معها وديجا واش دخلها في القسم كيش كنتي ميتة زينة دخلت معاكم في القسم ديرها هكا وعلاش ضربتوها هذا قسم تاع الرجال وعاد دخلها هي طفلة هنايا وعلى ما على بالكمش بلي المرأة بنت المستقبل موضوع اليوم نبداو بالحرف ألف لام ميم يعني المرأة بلبل نعم وش تمثل بالنسبة لك المرأة؟ المرأة كنا ماما تقعد دايما في الدار تغسل مالو الطيب هذه هي المرأة تما المرأة بونيشة انت؟ نعم وش تمثل بالنسبة لك المرأة؟ مرأة طيب لنا المرأة وتوكوخ تما المرأة يا بونيشة يا طباخة هي تحب أيما يا إيما سكت وأنت يا الجميل على بالي بيتمدلي تعريف شباب على المرأة وش مثل بالنسبة لك؟ نعم المرأة هي التي تبرودي وتكلوشي وتخيط الزرابي ماشي بونيشة طباخة ماشي طباخة خياطة نعم وش مثل بالنسبة لك المرأة؟ المرأة تشوط بزلوفي في العيد الأضحى لي شوطوا لك هذاك الشعلة فوق دماغك المكركد وعينك قاع معفجة تلميذتي الجديدة ما اسمك؟ اسمني زعرورة حيو تلميذة جديدة زعرورة حيوها قلنا صغيرتي
واش تمثل بالنسبه ليك المراه؟ كيما انت راكي تكون تقراي غدوه تكبري تطلعي الجامعه وتكبري حتى تولي في المستقبل امراه. المراه هي التي تاخذ المخبط في المنزل كيما ماما يضربها بابا في الدار كل يوم، كيما يضربهاش تزعف جارتنا تاني تضربها رجلها، وكيما انا يضربوني صباحنايا وحقروني سي نورمال. مالا ادخلوا عليها كامل. لا عن قريب على شاشاتكم مسلسل البطيمة. البطيمة يدي والبطيمة ما يديش. وأنت التي كنت السبب في ذلك؟ لا. وبأي دليل؟ مش كنت يجيب لي القفار علي فالسو ذكر طويل. ابنتي أمي. أنا كنت السبب، ستتهمني. أنا ما كنت السبب، أنا كنت البطيمة يدي والبطيمة ما يديش. ليس أخي من نادي سرقة؟ الجنون؟ أختي خليه يطلع. حصريا على شاشاتكم. إلى متى تبقى المرأة تباع وتشترى ويقال لها أنك متحررة؟ لماذا تقلد المرأة الريفية المرأة المدنية وتقلد المرأة المدنية المرأة الغربية؟ هل عبرت الجمعيات النسوية حقا عن تطلعات المرأة الريفية؟ هل اختصرت المرأة دورها في كونها أمبلاج أو غلاف للمجلات أو تمثال في المحلات الغرض منه الترويج للمنتجات؟ هل تحولت المرأة العاملة إلى امرأة هاملة عن مسؤوليتها في البيت وتحولت وتخلت على مسؤوليتها بصورة كاملة؟ هل وصلنا بعد خروج المرأة إلى الحياة العملية وتقلدها المسؤولية تخلت عن واجباتها المنزلية؟ هل بعدما كانت المرأة ولية أصبحت في وقتنا هذه المرأة هي البلية وأصبح الرجل هو الضحية؟ أتساءل أنا، هل حرية المرأة في تمدنها تكمن في خرجاتها إلى الصالونات ووضعها كل أشكال الزينات والتحواس في الطرقات؟ لماذا تدعو المرأة المدنية المرأة الريفية إلى الحياة العملية وتتدخل في حياتها العائلية؟ أليست هي من تحلب البقرة وتطيب الكسرة وتهتم بحاجيات الأسرة؟ إلى الموضوع والتحليل أقول لكم إلى اللقاء. أجن روحاني وسميت طابو يديا عيد من الغبارة، طابو يديا عيد من الغبارة، طابو يديا. نعم أعزائي المشاهدين، تعرفتوا على ضيفة حصة الفهمة نتاع اليوم اللي هي الفنانة باريزة، وهي باريزة في الأغنية الصيفية. تفضلي باريزة. تفضلي. مساء الخير زينة. أهلا. مساء الخير نحوش. برك قولي مساء الخير للجماعة. مساء الخير للجمهور الجزائري، ومساء الخير ونقول لهم كل عام، هذه من عند المرأة الجزائرية، كل عام والنساء الجزائريات بخير، وتحيا فرقة الفهم. الله يسلمك. تلول شتا هو؟ سمعت بالتالية؟ واك ما سمعتش. يا سجلت روحها ولات الأولى. تلون سمعت التالية تاع الكاميون؟ وكا ما سمعتش. هاوري موركا. قالك حنا راح العجوزة كانت واقفة في لاري وتستنى، قالك تروح الشيباني الحجة. واش واش راكي تستني؟ اسمعت له ثاني لسنة لسنة في مكتوبي مكتوبك. قالك حنا روحت الشيبانية تقرا في محو الأمية. جا الشيخ
الحاجة واش راكي لاباسة؟ لاباسة وليدي الحمد لله اللي جيت. شوفي يا الحاجة انت على كل حال راه عندك عام وانت تقراي هنايا و... خمسة في عينك. هيا فرف وجعي. يلا اكتبي لي 11. شيبالي هذيك اسم كتبت له. هاري تشوفي هذا واحد والزوج ورع. ايه بصح ما قلت ليش وين كتبوا ولا على اليمين ولا على اليسار اوليدي. قالك حنا راح القاضي قال السراق قالوا علاه دخلت لدار الناس. انا مبالي داري دخلت. قالوا صحا كي شفت العجوز علاش تخبي تحت الطابله. مبالي نسيبتي. قالك حنا راه واحد الطفل دخل عند امه. ماما هبيت خشيت. واش كاين اوليدي؟ وشنو مالك؟ امه قاتلو الملك خلقو ربي ما نشوفوهش ويطير. قاتلو عاشك تسقسي فيا؟ كنقول لك شفت بابا يهدر مع الخدامه ويقول انت هي الملك. امه اسم قاتلو مالا غدوه الطير. الحمل لبست قاط جديد وبالفتول غطيت راسي وناديت نهار العيد قاع لميت ناسي جاني من البعيد اللي يفك حباسي. تصور قاعد وحدي نخمم حتان جاني يطير فوق راسي تبسم وجاب بشارة الخير نطق سعدي وتكلم وقال غطاك حرير. الجوزاء جينا الربيع مفتح بالزهارو يما اللي بيع ماري تمثلو يجي ويروح ويخلي القلب مجروح ملقيت لما نبوح لا وين نحط سرارو. السرطان يا جاية من عند العين وبيديك مليتي القلة سبحان من عطاك الزين وزادت في بهاك حلة مستنيك هادي سنين وبان قمرك يا سلة. بارزة مع الغنية المشهورة العالمية أنا لولية. يا أنا لولية شغل يتبع فيا يا أنا لولية شغل يتبع فيا أنا لولية شغل يتبع فيا طابو يديا صبحا وعشيا. ربي ما يحميما ربي خليك ديما هي جزائرية حرة أصلية. لمي ما لميما ربي خليك ديما هي جزائرية حرة أصلية. عيد من الغبارة طابو يديا عيد من الغبارة طابو يديا عيد من الغبارة طابو يديا وانت يا مصدر ومقابل فيا. لميمة لميمة ربي خليك ديمة هي جزائرية حرة أصلية. لميمة لميمة ربي خليك ديمة هي جزائرية حرة أصلية. بالي عذبني يا ناسي مقويني بالي عذبني يا ناسي مقويني بالي عذبني يا ناسي مقويني قولي لما نشكي راه زاده بالي. لميمة لميمة ربي خليك ديمة هي جزائرية حرة أصلية. لميمة لميمة ربي خليك ديمة هي جزائرية حرة أصلية. أنا ديما في الدار حد ما شافيا أنا ديما في الدار حد ما شافيا أنا ديما في الدار حد ما شافيا راني شبعة ممرر زادوا والديا. لميمة لميمة ربي خليك ديمة هي جزائرية حرة أصلية. لميمة لميمة ربي خليك ديمة هي جزائرية حرة أصلية. أنا لولية شغلي تبع فيا أنا لولية شغلي تبع فيا أنا لولية شغلي تبع فيا طابو يديا يوم صبح وعشية. لميمة لميمة ربي خليك ديمة هي جزائرية حرة أصلية.
لميمة لميمة ربي يخليك ديمة هي جزائرية حرة أصلية خاطر نسالي قعدت في الدار مشاهدنا الكرام بهذه المناسبة السعيدة هذه المناسبة عيد المرأة لكل نساء العالم ولكل نساء العالم ومعي زينة تفضلي هذه الهدية رمزية جدا وبسيطة جدا ولكنها كبيرة جدا تفضلي سيدة باريزا إنها فعلا هذه هدية المرأة نعم تكريما لك وتكريما لك انها تبكي دموع الفرحة انها فعلا انها فرحانة بهذه الهدية ان هذا هذا شيء قليل للمرأة لا نستطيع أن نقول لا أستطيع أن أتكلم معك يا باريزا زهرنا كلت وحوتها أعزائي مشاهدين نقول لحسن فهمة شكرا على هذا الهدايا وإحنا بدون هذه الهدية باش نكنسوا الرجال اللي كيما نحول من هذا العالم أخرج 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 أعزائنا المشاهدين أهلا وسهلا بكم في عنبر القصديرة عنبر القصديرة عنبر رمل عنبر له كما جرت العادة سأحلل هذه المرة أيضا بنفسي بالنسبة للنقطة الأولى النقطة الأولى المرأة المدنية والمرأة الريفية والمرأة المدنية دايرة الجمعية باش تدافع على المرأة الريفية سي با نورمال لازم المرأة يعني ريفية هي اللي تدافع على المرأة الأخرى سي با نورمال يعني هذيك واش دخلها في هذيك هذيك راهي مستقلة في الأخر تاعها نورمال راهي تخدم يعني واش طالب المرأة يعني تاع الجمعيات النسوية طالب المرأة الريفية باش تخرج كيفاش تخرج راهي تخرج تحرب البقرة وراهي تطيب الكسرة وراهي تجيب الخزمة حزمة تاع الحطب من فوق من الجبل وقايمة بولادها وكل شيء واش بصح شكون اللي متحرره هنايا شكون اللي متحرره هذا المراه الريفيه ولا هذا المراه المدنيه المراه المدنيه قاعده غير تهدر في الصالونات وفي كذا وندفع على حقوق المراه وري حقوق المراه قولوا لي يرحم باباكم وري حقوق المراه بالنسبه للنقطه الثالثه التربيه صح المراه المدنيه المراه الريفيه تربي وليدها تربي صح المراه الريفيه تربي وليدها تربيه على حقيقه هي اللي ترضعوه هي اللي تدير له هي اللي تتحلشوا هي اللي تربيه هي اللي تقريه هي كل شيء هي اللي تضربه لازم تضربه هاو بيخرج مليح بيخرج راجل بيخرج راجل فهم بصح المرأة المدنية واش هي المرأة المدنية ما تعرفش وليدها ما يعرفهاش من اللي يزيد كي يزيد واش تجيب له المرضع ومن بعد يكبر شوية 4 سنين كي واش تدخلوه في الحضانة يولي يعرف تاع الحضانة تاعو يعرف هذيك ماما وما على باليش واش ومن بعد كي يدخل للمدرسة يبدا يعرف المعلمة تاعو يلحق البيت انت تدخل على 10 تاع الليل يعني واش المشكل يعني وين تروحي ترقدي اصلا تصيبي هذيك القرصونة اللي دايرتها ولا هي اللي رقدته وكل شيء هذا ما كان ومن بعد كي يكبر انت يا باكيش ربيه ما ربيتيش اما لك يكبر ما تزعفيش الا هو كيما انت ديتيه للحضانة هو يديك لدار العجزة ما تزعفيش هذاك هو الحق انت ما ربيتيش ربيته المربية وخرج انسان ما يحبكش هذا ما كان هذه سمحوا لي دقيقة بركي وي ايه ركدوا ذراري ايه